يقول: هل يجوز لي الالتحاق بالدراسة في كلية الهندسة وفيها اختلاط لكنه في الممرات، أما الفصول فهناك فصل بين الطلبة والطالبات، علما أني أخاف الفتن، وبماذا تنصحني؟ والله ما في شك هذا فيه فتن، ولكن إذا كان الاختلاط في الممرات وأما الفصول فهي معزولة، فعليك أن تدرس في الفصول وتخرج، ما تطلع للممرات اللي فيها اختلاط، تخرج إلى مكان ليس فيه اختلاط وتأتي للفصول فقط. نعم.